يعني ايه مشاركه مجتمعيه؟ يعني لازم الطفل يكون معاكي في البيت مشارك في كل حاجه بتحصل في البيت، في اعداد الطعام، في ترويق المنزل وتنظيفه، في توضيب دولابه، في مساعده والده في مجال العمل بشكل او باخر قدر الامكان. مفيش مشكله ابدا لو الطفل ده لو هو مثلا ولد وعنده مثلا 17 18 سنه وهينزل مجال العمل، انا كده تخطيت مجال القانون اهو عشان ما ازعلش حد، وفي نفس الوقت هبقى خليت عنده جزء من الاعتماديه على النفس، عارف قيمه القرش، عارف يعني ايه ان هو يلتزم بمواعيد صحيان ونوم. مش عيب ابدا مهما كان مستواكم المادي ان انت تخلي ابنك ينزل يساعد في الشغل او ينزل يشتغل شغل معين، يعتمد على نفسه ويتعلم. ده بناء شخصيه يا جماعه، بناء شخصيه يا جماعه. طيب الجانب الترفيهي مهم جدا، ولكن انا ممكن ابقى شاطر بان انا اجمع ما بين الجانب الترفيهي والجانب العلمي. جميل. ازاي؟ آه. فين الاهرامات؟ احنا عندنا اطفال ساكنين في شارع الهرم عمرهم ما دخلوا الهرم ده، ما دخلوش مبنى الهرم وابو الهول ده، ما يعرفوش عنه حاجه. ناس ساكنين ناحيه القلعه عمرهم ما دخلوا مبنى القلعه ده ولا عرفوا فيه ايه. في اب فعلا قال انا بخليهم يزوروا الاماكن الاثريه والاماكن الريفيه. جميل. ده في توطيد للهويه الوطنيه. حلو. هو نفسه يعتز ويفخر بوطنيته. الناس عندنا اطفال وشباب كتير جدا مش مقدر يعني ايه يعني مصري، يعني ايه التاريخ وايه الحضاره وايه شويه الطوب اللي بيعملوا ليه هرم، ايه مش عارف يرتبط مش عارف ومش مدرك اهميه الحاجات دي.